السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع اليوم، مقطع أسطوري مليء بالتسريبات المضمونة والرسمية ليوم الاثنين هذا القادم إن شاء الله. كالعادة اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس للوصول إلى 60,000 مشترك في هذه القناة، وكل هذا تشجيعا للمزيد من المقاطع إن شاء الله بحول الله، وخلونا نوصل في هذا المقطع إلى 400 لايك إن شاء الله. أما الآن سوف ننتقل في تفاصيل مقطعنا، حتى يكون المقطع طويل بطبيعة الحال. سوف نبدأ بأول شيء سوف نتحدث عنه وهي الهدايا يا أخي الكريم التي يكون لها تجديد يوم الاثنين إن شاء الله. لسوء الحظ ليس هناك أي هدايا ما عدا هدايا تسجيل دخول الأسبوع التي نحصل من خلالها على 50 كويس زائد جي بي، فتظل نفس الهدايا يعني محاولة تسجيل ضربة جزاء في الحدث الخاص بنايمار جينيور كما تعلمون، ونسخ يعني إيبيك بميزة بوستر مارادونا وكذلك يعني كريستيانو رونالدو وباقي النسخ إن شاء الله. اكتب لي في التعليقات هل قمتم بتسجيل كل الضربات التي حصلنا عليها في الأيام يعني السابقة. المهم يا أخواني الكرام، سوف ننتقل مباشرة الآن إلى الباكات الجديدة. كما تعلمون سوف يكون تجديد لباكج إيبيك أسطوري هذا الاثنين إن شاء الله، ولدي مفاجأة في هذا المقطع يا أخي الكريم بالنسبة لباكج الإيبيك الجديد الذي سوف يكون حاضر معنا. اسمعوني يا أخواني الكرام، أتوقع هذا الاثنين أن يكون باكج إيبيك يتكون من 6 نسخ إيبيك بميزة بوستر. نعم يا أخواني الكرام، أول لاعب سوف يكون حاضر معنا وهو المهاجم كانتونا في مركز سي اف بليفل 101 داخل التشكيلة، ثم اللاعب التالي وبيكام في مركز سي ام اف بليفل 102، كذلك سوف يكون حاضر معنا فورلان في مركز سي اف بليفل 102 داخل التشكيلة، ثم اللاعب التالي وهو رومينيغي في مركز سي اف بليفل 102 داخل التشكيلة، كذلك سوف يكون حاضر معنا المدافع الاسطوري مالديني في مركز سي بي بليفل 102 او 103 داخل التشكيلة، ثم نجم هذا الباكج وهو كرويف في مركز اس اس بليفل 103 داخل التشكيلة. هذه النسخ التي سوف تكون حاضر معنا يوم الاثنين، انصح الجميع بالاحتفاظ بالكوينز للف داخل هذا الباكج. اما الان سوف ننتقل مباشرة يا اخي الكريم الى المفاجأة هذا المقطع. اخيرا يا اساطير سوف تقوم اللعبة باضافة نعم باكجات خاصة بالاندية والفرق ان شاء الله، وهذا خبر اسطوري ان شاء الله. سوف يكون حاضر معنا ابتداء من هذا الاثنين باكجات يعني خاصة بالفرق اسطورية، والباكج الذي سوف يكون حاضر معنا هذا الاثنين هو خاص بباكج اف سي برشلونة ان شاء الله. يتكون هذا الباكج من 8 نسخ ولدينا الحق في 3 لفات. اول لاعب سوف يكون حاضر معنا وهو اللاعب فيرمين في مركز سي ام اف بليفل 94، ثم اللاعب التالي هو غافي في مركز سي ام اف بليفل 97 داخل التشكيله، اليخاندرو بالدي في مركز ال بي بليفل 97، ثم اللاعب التالي هو فيران توريس في مركز ال دبليو اف بليفل 97 داخل التشكيله، ثم حارس هذا الباكج هو تير ستيغن في مركز جول كيبر بليفل 98، ثم ماركوس الونسو في مركز ال بي بليفل 96 داخل التشكيله، ثم روميو في مركز دي ام اف بليفل 97، ونجم هذا الباكج وهو روبرت ليفاندوسكي في مركز سي اف بليفل 100 او 101 داخل التشكيله.